أكد وزير البترول طارق الملا أن صناعة البترول المصرية أصبحت حالياً على الخريطة العالمية من خلال تنفيذ استراتيجية واضحة المعالم. جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول مع وفد من قيادات أحدى الشركات العالمية لبحث مجالات التعاون بين قطاع البترول والشركة العالمية التي تعد من أفضل مقدمي الحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في صناعة البترول والغاز عالمياً، إضافة إلى دورها كمساهم رئيسي في خطط تنمية الحقول وتحسين الإنتاج وتدريب الكوادر البشرية. كما تم بحث تطوير مجالات التعاون وإقامة شراكات جديدة بين شركات القطاع وشلمبرغير. أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن البعثة التجارية الأولى لدولتي الكاميرون والسنغال حققت نتائج متميزة تضمنت الاتفاق على إبرام تعاقدات تصديرية بقيمة 26 مليون دولار لعدة منتجات منها الأسمنت ومواد العزل والأسمدة والكيماويات والصناعات الهندسية والمنتجات الغذائية وأنظمة الري والسجاد. وقالت الوزيرة أنه يجرى الإعداد للبعثة التجارية الثانية لوفد رجال الأعمال المصري ضمن مبادرة روابط الأعمال مع غرب ووسط إفريقيا لدولتي توغو وكوت ديفوار خلال الربع الأخير من العام الجاري. وجه وزير التموين علي المصلحي الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع الشركة الغذائية في دولة جنوب السودان لتبادل الخبرات في كل المجالات التي تخدم البلدين. جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين ووزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع معرض صنعة في مصر بجوبا بجنوب السودان، وشاركت فيه 9 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. وأكد الوزير أن توجيهات هذه للشركة القابضة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين وزيادة التعاون التجاري بينهما في الفترة القادمة. أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على تباين للمؤشرات بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين، بينما مالت تعاملات الأجانب والعرب للشراء. وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 679 مليارا و6 مليون جنيه. وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 39% ليغلق عند مستوى 10561 نقطة. وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 2474 نقطة. وصعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 3428 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيها و63 قرشا للشراء و15 جنيها و76 قرشا للبيع. كما سجل اليورو 18 جنيها و46 قرشا للشراء و18 جنيها و61 قرشا للبيع. كما سجل الاسترليني ووصل اليوم إلى 21 جنيها و67 قرشا للشراء و21 جنيها و86 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه قرشا للشراء و4.29 جنيه قرشا للبيع. وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه قرشا للشراء و4.20 جنيه قرشا للبيع. في الصين، أعلن المكتب الوطني للإحصاء أن اقتصاد البلاد نما بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الثاني من العام، وذلك لعدة أسباب منها تباطؤ نشاط التصنيع وتأثير ظهور بؤر تفشي جديدة لفيروس كورونا على قوة الانتعاش الدافعة للاقتصاد. وأضاف مكتب الإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 7.9% في الربع الأول من إبريل إلى
يونيو مقارنة بالعام الذي سبقه.